يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه بطريقه سهله جدا وبسيطه. النهارده هنعمل مع بعض سنيك كنافه بالقشطه، حاجه كده تستاهل بقك يا ست الكل. يلا نبدا حلقتنا ونشوف طريقتنا، لايك للفيديو ويلا نشوف الطريقه ومكوناتنا وطريقه التحضير. اول حاجه بنعمل الشربات عشان يبقى بارد، لان الكنافه بتاعتنا لازم يبقى شرباتها بارد. هنحط قد ايه؟ حطينا 2 كوباية من السكر، عليهم 1.5 كوباية من الميه، عليهم عصره 1/2 ليمونه، وعليهم معلقه عسل جلوكوز، وحطينا شويه من الفانيليا. قلبت المكونات دي كلها على البير، بعد كده رفعتها على النار. اول ما عملت الفوم دوت ابتديت ان انا اهدي النار واسيبها 7-8 دقائق مش اكتر من كده. الكنافه بتاعتي محطوطه في الفريزر من امبارح ومتفرزه، واطلعها ابتدي ان انا افتفت فيها كده وهتتفتفت معايا بمنتهى السهوله. عملت قد ايه يا هبه على المقاس؟ الصينيه، والصينيه مقاسها كام؟ الصينيه بتاعتي مقاس 30، عملت نص كيلو من الكنافه، نص كيلو من الكنافه. فككتها كويس جدا جدا، ولازم تكون متفرزه. عاوزه تضربيها في الكبه براحتك خالص، ولكن انا شايفه ان الموضوع سهل جدا. باكد لك على معلومه كمان مهمه، لو طلعتي الكنافه بتاعتك وسبتيها تفك شويه هتطرى، مش هتعرفي تفكيها بسهوله. فلازم اول ما تطلعيها من الفريزر تبتدي ان انت تشتغلي فيها على طول كده. اي نعم هتبقى ساقعه على ايديكي وهتبقى متعبه السيكه، ولكن لاجل الورد نسيله عليه هتاكلي احلى صينيه كنافه. اول مره في حياتي اعمل صينيه الكنافه دي وتطلع بالنتيجه دي. على فكره انا مصورها قبل كده لاجل الامانه، وعملتها وطلعت مش حلوه خالص خالص خالص، رغم انها نفس المكونات. ولكن هقول لكم وقعت في ايه، علشان لو انت اول مره تعمليها ما تقعيش في نفس الخطوات زيي. تمام كده، انا على طول بعمل الكنافه ساده، بعملها بالمكسرات، لكن بالقشطه لا. بصوا بقى، ما تحطيش السمنه بتاعتك على الكنافه، تمام، علشان تعرفي يعني تفرديها في صينيتك براحتك. دي اول حاجه. تاني حاجه بحب قوي احط في الصواني البايركس ده عشان ابقى شايفه اللون بتاعي شكله ايه. ما عنديش الصواني البايركس يا هبه، هعرف التسويه ازاي؟ اعرف التسويه اول ما الاقي الجناب بتاعتي يعني كشت على بعضيها وسابت فرق سنه، وابتدى اللون بتاعها يبقى ذهبي، بس ذهبي غامق شويه، ابتدي ان انت تفتحي الشوايه عليها. طيب بصي بقى، انا هنا حطيت كميه محترمه في الصينيه قبل ما احط الكنيفه، حطيت كميه محترمه من السمنه. انا مستخدمها سمنه بقري، على فكره طعمها تحفه 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 في الحلويات. البقري احلى من الجاموسي في الحلويات. بصي بقى، وبعد ما حطيت كميه الكنافه بتاعتي ابتديت ان انا اشبعها بالسمنه. يعني حطيت السمنه الاول في الصينيه وشبعتها، اساس الكنافه والجلاش هي السمنه. يعني اول حاجه انا اتعلمتها ان انا ما احطش السمنه جوه الكنافه كلها واقلبها كلها على بعضيها، لا، اوزع الكميه بتاعتي بعد ما ادهن صينيتي، اوزع كميه نص كميه الكنافه بتاعتي جوه الصينيه، هتتوزع معاكي بمنتهى السهوله احسن ما تحطي فيها سمنه وتحسيها معجنه. اهم حاجه بقى الخطوه دي، وانا للاسف لاني عندي مشاكل في ايدي وعظمي الفتره دي ما قدرتش اضغط الضغطه المظبوطه. عندك بقى هرسه بطاطس اضغطي بيها، عندك صينيه اصغر اضغطي بيها، ربنا يديك الصحه يا رب، ايديكي كويسه اضغطي بايديك، المهم اضغطي كويس وتعملي جناب داير ما يدور عشان تمسك معاكي طبقه القشطه بتاعتنا. بصوا بقى، جبت حله، والحله دي تبقى واسعه عشان اعرف اقلب براحتي. حطيت فيها 3 كوبايات من الحليب، عليها معلقه كريم شانتيه، عليها 3 معالق من النشا، عليها شويه فانيليا، وعليها كان في شويه قشطه كده في الحليب حطيتهم معانا، وعليها 3 أو 4 معالق من السكر براحتك خالص. قلبيهم كويس جدا على البارد، وابتدي ان انت رفعيهم على نار متوسطه وقلبي تقليب مستمر كانك بالظبط بتعملي مكرونه بشاميل، يعني بشاميل المكرونه. قلبي كويس جدا جدا جدا، وفي المرحله اللي تحسيها هتتقل استبعدي المضرب بتاعك وابتدي ان انت تمسكي سبتيول عشان تجيبي الجناب، مفيش حاجه تلزق ولا تكلكع معاكي. هوريك القوام اللي هنوصل ليه، اهم حاجه بس احنا محتاجين ان احنا يعني نحس ان القشطه بتاعتنا استوت. انتوا فاهمين قصدي؟ النشا بتاعنا استوى، ما يبقاش في طعم النشا. فاول ما تلاقوها تقلت وبكبكت بكبكتين كده ما تطفيش على طول، تقليب مستمر بس، واستني عليها شويه هوريك القوام اللي احنا محتاجينه معانا. طريقه الكنافه سهله سهله فوق مما تتخيل. شوفي بقى بتجيبيها بره بكام، لكن انت في البيت هتعملي صينيه حجم كبير، وفي نفس الوقت هتوفر معاكي، عاملاها بحاجه نظيفه، حاجه عامل ايديكي، تسلم ايديكي وعينيكي، وربنا يعود عليكي الايام بخير. في ناس بتحط دقيق فيها، ولكن انا جربتها بالدقيق وجربتها بالنشا، يعني هي معلقه دقيق بس، مش حاسه بفرق خالص، ولكن النتيجه الاتنين واحده. يعني عاوزه تعززي الطعم بتاعك ممكن تحطي قشطه
زي ما انا حطيت كده حبه اللي كانوا فاضلين على وش اللبن. لكن لو انت عندك بقى علبه قشطه من اللي هي بتيجي من السوبر ماركت حطي براحتك خالص، ولكن هي مش محتاجه. نزلت بقى بكميه القشطه بتاعتي وابتديت ان انا افردها زي ما احنا شايفين كده، وسبت الجنيه شايفين واخدين بالكم مش هتكمل دقيقة أصلا، وأنا بمشي إيدي عليها كانت ناشفة، ولكن لأجل إن أنا أتأكد وعاوزة أكون متأكدة إن هي نشفت تماما وإيدي مش هتبصم فيها، سبتها حوالي 3 دقايق مش أكتر من كده، مش أكتر يعني، رحت شربت وجيت متهيألي يعني. المهم بقى إيدي الكمية شايفين بتتوزع معايا بسهولة إزاي، لو كان فيها سمنة ما كانتش هتتوزع معايا بسهولة كده، وكنت هتحسوها حتت ماسكة في بعضيها ومكتلة، فاهمين قصدي؟ لكن بالطريقة دي تحس إن هي بودرة، وبعد ما بتخلصي كميتك ما تضغطيش بقى في الوقت ده، لأن القشطة بتاعتك هتكون مخلية الوش بتاعك طري، اضغطي ضغط بسيط جدا عشان ما تبوظش من الجنيب أو تقب من الجنيب، شبعي بقى الوش ده والسمنة، شبعي وما تستخسريش. انا خدت حوالي كوبايه وربع سمنه، كله باللي موجود في القاعده بتاعت الصينيه بتاعتي بكل حاجه. كل ما هتشبعي الكنافه والجلاش بتاعك من السمنه كل ما هتاخدي نتيجه عظمه. شايفين كميه قد ايه؟ هنا هوريكم البرطمان بتاعي اقل من كوبايه وربع كمان، هي يمكن كوبايه. ضغطت بالراحه خالص خالص من اول ما بدات في راس الصينيه بتاعتي وانا فاتحه الفرن بتاعتي على درجه حراره 200، درجة حرارة 200، وأول ما دخلت الصينية بتاعتي 5 دقايق هديتها ل 180 درجة، عاوزينها تستوي براحتها. وهنا كنت بوريكم فايدة الصينية البايركس بتاعتي، إن أنا شايفة الجنيه هنا، الولاد وقفوا جنبي وأنا مشغلة الشواية بتاعتي كانت هتتحرق، والحمد لله لحقتها الحمد لله. الشربات بتاعي بارد تماما، هبتدي إن أنا أسقي الوش قبل ما أقلبها. طيب ليه هي بتسقي الوش؟ لان في طبقه عازله في النص اللي هي طبقه القشطه مش هتخلي الشربات بتاعي واصل للوش التاني، فبسقي الوش ده وفورا كده على طول ببتدي ان انا اقلبها. بس خلي بالك عشان تقيله وتقلبيها حلو ما تكسرش معاكي. بصوا بقى لو اتضغطت اكتر هتبقى متماسكه اكتر واكتر، لو سبتيها تبرد هتبقى متماسكه اكتر، ولكن الكنافه بالقشطه ما بتتاكلش غير سخنه، يعني تنزليها دلوقتي خلاص على طول تقطعي وتقدمي، يعني لو بردت طعمها بيبقى حلو، ولكن وهي سخنه كده بتبقى خطيره. طيب عاوزاها طريه من جوه خلي الشربات سخن والكنافه سخنه، طيب عايزاها مقرمشه زي كده يبقى تخلي الشربات بارد والكنافه سخنه. تمام كده قلت لك كل التفاصيل على قد ما اقدر، دخليها رف اوسط درجه حراره 200 متسخنه، واول ما تدخليها بعد 5 دقايق تهدي الفرن بتاعتك على 180 علشان تستوي كويس جدا. شايفين؟ مش قادره اوصف لكم الطعم والريحه والنتيجه كانت عامله ازاي، حاجه تحفه جدا جدا جدا. شايفين طبقه الكنافه قليله والقشطه قد ايه؟ ممكن تعملي كمان الجلاش بنفس الطريقه بالقشطه، بنفس طريقه القشطه دي، بس اعملي الجلاش بطريقه الورده اللي هو تتني الجلاش في الاخر لتحت علشان وانت بتقطعي القشطه بتاعتك ما تطلعش من الجنيه. لو عاوزين طريقه الجلاش بالقشطه الكدابه اكتبوا لي في كومنتات وهعملها لكم حلقه عنايه ليكم. الفتره الجايه باذن الله باذن الله هنعمل مع بعض الكنافه بالمانجا، وهنعملها بالنوتيلا، وهنعملها بكذا طريقه. اكتبي لي في كومنتات بتحبي انهي طريقه منهم، بتحبيها ساده زيي، على فكره انا بحب الكنافه ساده جدا، ولا بتحبيها بالقشطه الكدابه، ولا بتحبيها بنوتيلا ولا بالمانجا. عاوزه اقول لكم كمان انا حبيت الكنافه بالقشطه، بس حبيتها وهي سخنه، مش عارفه بقى لان انا من الناس اللي كمان حتى الكيكه باكلها سخنه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بس كده دي كانت حلقتي النهارده، يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، كونوا استمتعتوا معايا في الفيديو النهارده. لو وصلتي معايا لغايه هنا ولسه ما حطيتش لايك للفيديو حط لايك للفيديو عشان تعلي مستوى الفيديو بتاعي، ولو لسه مش منورانا اشتركت في القناه حابه جدا تكوني واحده من عيلتي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي واكلاتي بمنتهى السهوله، واستنوني في حلقه جديده وفيديو جديد. تصبحوا على الف خير يا فراولات.